الماضي قلت انه اللي شاهد المقطع الاخير يكتب لنا انه شاهد، وانا راح اطلعه بالمقطع هذا. قلت انه راح اطلعه بالمقطع هذا مقطع لحد مقطع دوري ابطال اوروبا. فبالمقطع الماضي اللي كتبوا لي واللي توقعوا نتيجة هذا اللقاء واللي شاهدوا المقطع الماضي الاخير هم ثلاثة: اخ ميضي ضيضي، لا اعلم ماذا مسمي اسمه، علق وقال انا شاهدت الاخير، والاخ مع شهاب اخ الميلاني ايضا شاهد الاخير لانه توقع نتيجة المباراة. الابطال هذا العام يحمل نكهة مختلفة، عدم وجود جماهير في الملعب وقصص وباء كورونا. ثانيا المفاجآت التي حدثت في دوري أبطال هذا الموسم، مثل ما شفنا شلون طلع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد من فرق ضعيفة، ومثل ما شفنا شلون خسرت برشلونة بالثمانية. رحلة باريس سان جيرمان منذ ربع النهائي إلى النهائي كانت سهلة، هو تخطى أتلانتا ولايبزيغ ووصل إلى النهائي، بينما بايرن ميونخ كانت رحلته أصعب لأنه أقصى برشلونة ومن بعدها ليون حتى وصل إلى نهائي اليوم. فكانت اليوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وأنا معكم علاوي لتحليل هذه المباراة. إذا كنت باريسي اضغط على زر السبسكرايب، وإذا كنت من مشجعين بايرن ميونخ فعل جرس الإشعارات. الأرقام التي كانت تحصي كل شيء في هذه المباراة كانت تميل إلى كفة بايرن ميونخ من حيث الاستحواذ أو من حتى التسديدات على المرمى. وكما نشاهد رقم الاستحواذ هذا الغريب في مباراة بقيمة نهائي دوري أبطال أوروبا، نستطيع أن نقول بأن بايرن ميونخ كان فارش الملعب طول عرض. درب بايرن ميونخ بيتر فليك عرف كيف ينظم فريق وكيف يجعل فريق بايرن ميونخ مرعب أوروبا. ففريق بايرن ميونخ اليوم نراه أنه يمتلك لاعبين مهاريين وسريعين، ويمتلك أيضا لاعبين صاحبي قوة بدنية، ويمتلك أيضا لاعبين خبرة، ويمتلك دكة جميلة، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل مدرب بايرن ميونخ بيتر فليك. في شوطين المباراة الاثنين كان الضغط لبايرن ميونخ، ولكن في شوط اللقاء الأول كانت هنالك هجمات خطيرة للاعبين باريس سان جيرمان، كهجمة نيمار التي واجه بها الحارس المخضرم الألماني نوير، ولكن نوير استجمع كل خبرات السنين ورد هذه الضربة، أو عفوا ضربتين. فقد سدد نيمار الكرة وتصدى لها نوير ببسالة، وأعاد نيمار الكرة وسددها مرة أخرى، وكان نوير بالمرصاد. وهذه اللقطة حتما هي لقطة التتويج، وهي سبب رئيسي في تتويج بايرن ميونخ ووقوفه على منصة التتويج اليوم. لكن بعد هذه اللقطة لم يسكت فريق بايرن ميونخ ولم يقف هكذا، إنما رد لهم ليفاندوسكي بتسديدة، ولكن القائم الأيسر شفع بلاعبي باريس سان جيرمان، وظلت جماهير باريس سان جيرمان على أعصابها، وظلت جماهير بايرن ميونخ على أعصابها، وظل مدرب بايرن ميونخ بيتر فليك على أعصابه، حتى شفع له كومان برأسية قوية كانت هي سبب تتويج بايرن ميونخ هذه الليلة. وكان هنالك جدل تحكيمي حول لقطة في المباراة، وهي دفع لاعب بايرن ميونخ في منطقة الجزاء. الحكم يتردد. حسب رأيي المتواضع أعتقد أن هذه اللقطة ليست ضربة جزاء، لأنه هو احتكاك عادي في كرة القدم، فلاعب باريس سان جيرمان لم يعرقل لاعب بايرن ميونخ برجله أو مثلا بشد القميص، لا، إنما هي دفعة عادية تحدث مع أي لاعب وليس عليها أي شيء. الحكم يتردد. أما الشوط الثاني فكان من بدايته لقريب نهايته ضغط بايرن ميونخ، إلا في آخر الدقائق استفاق فريق باريس سان جيرمان، ولكن كان لاعبين بايرن ميونخ كلهم دفاع، كلهم رجعوا يدافعون، فكانت هنالك هجمات خطيرة جدا من اللاعبين الجوهرتين مبابي ونيمار، ولكن كان لها الحارس نوير ودفاع البافاري بالمرصاد، وهكذا انتهت المباراة ليفوز بايرن ميونخ باللقب السادس. هسه وصلنا لفقرة مين اتفرج للآخر، واللي اتفرج لآخر هذا المقطع يكتب اسمه تحت، وأنا راح ألف على اسمه بيت شعر وألقيه ببداية المقطع الجاي، وإذا حاب ينذكر اسمه كامل يكتب اسمه مع اسم أبوه أو اسمه مع كونيته. كان معكم علاوي من قناة على يوتيوب، لا تنسوا تعملوا لنا السبسكرايب ولايك، وسلام الله عليكم.